قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وكذلك الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها. هذا واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة بمحافظة سوهاج التي يبلغ عددها 9 مناطق. وجه الوزير بتشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تساهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. كما التقى الوزير مع مستثمري محافظة سوهاج لاستعراض عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمناطق الصناعية، حيث أكد على مواصلة لقاء مع مستثمري كل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللقاء القادم سيكون مع مستثمري قنا.